عظم بها حقيقي حقيق ضوئي ما يسيب أبي حمر نوا خويدي حمت صومالي سانا إذن كروا فهمت الشحظة هدوا فهمتين ماشا لإذن كجروا مركه رماء إذن أقول لك هدوا فهمتين فهمت مسكحتي إنه هشقيا سوء عقلي إنه هشقيا إندي إنه سوء شيء دانا قعمه إنه هشقيا هديلا واشو واشا هديلا فيو هذا فيو هذا هدي بوغلا بلابو يا بوغلا بلابو دوفار كان فعلا انا لو عدالي رتو هلكا يعني انا اكو فعلا نولشان نحن دد عقدد يقانو مني لكن عقدد انا اقول ستاعد سمتايمز بفي عانتا اد ولي بقونا سنتان فانتي سيدي هذا انا ما عرفتي هرتو سيدي هذا بنام رالي هاو حالي جيرا او حالي رادا نين لقرر يا مرو ببرالي هاو الله هم فانتي وحين تلا خسخس لا خسخس لا خسخس سيدي الروا لقاي ان شاء الله اما لقو افلقادي اما متخانا طقن حما لقو لي ما هدو هاد الرالي هاو لقو دهو حرالها ومسكحنا معلق مكاني وقل دوميس حرالها واحد لهم جنا كي قل دومه وقل دومه لقطة اللي جت منا وأنا اللي جيدا يدين كبر حال إنكر روا سيدا بسوي شيء شرف إكرام اللي ذين عد والباب عد كو احترام تحترام كي كو احترام ويسنا احترام كو ما بتقاند بعدي يا الحمراء تاعي ما فهمت ويرم ويوح كلام بتقاند فهمت مرك أنا اللي بعتدي إيه ورارك إيه ما عرفتها إيه بوق قفن بوق أقول مرك عاد بوق كوب العقار نما دشا دوكو يرا كورن قاب كانا واخ لو دلا انا اديك دش مركو كيرا كور قاب كانا واخ لو دلا مركا انغا شرطي بلايد وانا دلنا ما فهمت نورو ما تلفان اسكحدا شخص بسم الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اصحاب تشرفت لي قيمي بدن قايها بدن ومرك لي موقال عصب برتن ادي قد احنسان وبرتيني وبرتيني وبرتن كل مجرني ولا كهم ليبرو ادي ادي يجمع تنتي كسول ودا ملي دي كجلي هي ولا لها قلبي سي شير جراي برنامج اصحاب تلو داغا شانل سبسكرايب نو صار سلي نبي سو بله صلى الله عليه وسلم اهل المؤمنين وصلاه دي انت هي سوت كذا لحي لما تنكي جون وحي دليسي فدم وحي دليسي مصيبه وحي دليسي عقدده أن لا يسوق بين أو حد كوهر يكوهر أجري يوح بلاي إن يسأو صفقته وهي هاي معلمه ودنيا ده الأجرة معلمه فرحدة يريرين تاي أهيد لكن حدا جو كلا على قلة هرجي سوا هذا الشيء مقدشة كذب هذا الشيء بمعنى هرجي سوا حيردي بام بام كي وح كذب حيردي مقدشة garowna wax iriday bam kale bal waxaynu isu qiimeynaynaa erayada la isweydaarsaday heesahaasi waxa ay yihiin waxa ay ku fadhiyaan qaabka xaaladu tahay baynu bal hadii la yiraahdo isu qiimeynaynaa marka hore waxaynu ku bilaabaynaa hargeysa soo dhow hargeysa hargeysa waa hadal shay waxay tiri تنبا حاسد كاغا تري كغور درس كاغا حمي مليهين عدو حمر كدران ها هي غرو وي كو حنتما وحا ايغا خيغا امحار حرميه شرف يقول النور وحي كحمانيان حقيق اعتراف كيمي وحي كحناقيان اقونسي وحرنمو غرو الا حمر الا كل عقتي مريان عندنا مهم بين عندهم مهمين لكن هلك حاجد مركي مريسي حمر باسو بودي فلان انت حمر كسو دواده وحي يرهدين ما أذوب بكاسو باقيو ما
adoo buka soo baaqaya beecada amhar baadi goobaya qarax iyo bam iyo baylax doonayo ma banaadirba ilaah baa boqray idin baa hataba ma banaadirba ilaah baa boqray cid u baa hataba halka markay marayso beejo waxa la yiraahdaa baasha wiilashu markay yaryar yihiin laga jaro laakiin gaariyadu gaaladu waa leeyihiin buri leeyihiin beejo waa buriyo dadka aan fahansanayn buriyo halkaa waxaa ka timicay tii kale waxay tilmaantay tii hore xaasidnimo iyo xin iyo waxaasay tilmaantay tan laakiin waxaa ku jirtaa intaasaa ku jirtaa baaradaa waayahay badda iyo berriga beec looma rabo macdantii iyo biyaha boob looma rabo waddankeenna bilan baylah looma rabo cawaaloo babaday boor looma rabo beesha caalamkana buuq looma rabo reer xamarkii waa hadleen iyagii reer xamarkii waa hadleen markaan sheekadan waa fogaatay caadi maaha sheekadu waa sii fogaatay inta iigu duran waxay tahay beesha caalamkana buuq looma rabo wallaahi waa hadallo aad gabar koronto la dhahaa tirisay oo jawaab degdega ka soo tuurtay koronto waa tii fanaanada ahayd oo ingiriiska joogtay saan jeclahay badda iyo berriga beec looma rabo macdanta iyo biyaha boob looma rabo waddankeenna bilan baylah looma rabo cawaaloo babaday boor looma rabo beesha caalamkana buuq looma rabo intaasi waa garantay waayahay halkaa markay xaajadu maraysay waxaa soo baxay wiil yaroo youtuber ahaan jiray oo mohan la oran jiray oo fanaan noqday maalin dhaweey isagoo hees jacayl qaadaya arkayo aad u macaan waaba la yaabayba kiibaa soo baxay haddana hees buu soo qaaday iladaauba bartaa markay maraysay waxaa soo galay wiilkaas mohan wuxuu ku leeyahay aduun baa xiiqaye xaqiiq go'i maysid abid xamarna waa hooyadii xaruntii soomaaliyeed meeshaan waxaa isu jawaabaya abwaanaa isu jawaabaya dadkeeduna waa xariir intay laab xaaran yihiin dhammaantood waa xalaal xurmiyo gobonnimo yaqaan waxaabay ku caan yihiinba ma garanaysaa ciyaal xamar xuqdood ma yaqaanaan haddaad soo caayaysaa isla haddana waa la joogtaa dhibaato uma arkaan marka dadkeeduna waa xariir intay laab xaaran yihiin dhammaantood waa xalaal xurmiyo gobonnimo yaqaan taas waa asiibay xariifkaasi waa asiibay xanuun kugu baahay iyo xubiga gaal kuu hayiyo cuqdada ka xorow adigu xabaalaha faa ku tiri waagii hore hadda xabaale lagama faaga xamar baa laga faagaa xabaalaha laakiin dadkii dowladdii maxamed siyaad barralaysay xabaalahoodii iyo ma garanaysaa berigii hore taasi berigii horey ahayd waayahay ka rago laba saar sheeko abuu dheelayo mawduucii uu ka hadlayay baad moodaaba inuu dhinac kale uga rogo wuxuu yidhi ilaa awal xamar buu ka soo hadlay heestii hore xamar iyo garow waa ku jirtay markaas wuxuu ku leeyahay garow xaggay kaa jirto xushmad iyo waahoy puntland xadaaladda loogu tago ee xornimo adiga kuuma taal adigu weligaa xoroobi maysid sidaadaasuun baad ahaanaysaa xiskii ictiraaf rabow inuu xamar yaal ogow waa kan nabarku marka nabarku waa kan xiskii ictiraaf rabow inuu xamar yaal ogow xuduud lama kala lahee waxaad xukuntaa hal gobol meeshaani iyadu waa hawl kale hadal qoto dheer oo fog oo xeel dheer weeye xiskii ictiraaf rabow inuu xamar yaal ogow xuduud lama kala lahee
واحد حكمتها هل قبل هل قبل كا وحي ولا جيدا واحد حكمتها هل قبل معناها بهاشو وريري سببته اه بقول كي بقول وحي صومالي امين سنتي دتك الصوماليه دو حي امين سنين بقول كي بقول دتك اعترافك اعتراف اعترافك كو ارديا وهل رير ما دام اي دتك امين سنين وحق ايتان اعتراف اعتراف راديا وهل رير dadka kale kala waa in yar oo lagu qurxiyay laakiin umada majority-eedu ma raadiso bay aaminsan tahay Soomaalida kale hal reer way waxa ixtiraaf ka raadiya bay aaminsan yihiin maadaama sal aaminsan yahay wuxuu ba taagan yahay xiski ixtiraaf robo inuu xamar yaal ogow xuduud lama kala laha xuduud lama kala dege ah aan dhahay xuduud lama kala dege ah waxaad xukuntaa hal gobol waxaad xukuntaa hal gobol wuxuu ka wadaa hargeysa oo gobol ah oo berigii dawladda Soomaaliya 18 gobol bay ahayd 18 ka gobol gobolkii la oran jiray ee waqooyi galbeed oo hargeysa ahaa iyo nawaaxigeeda kaas uun baad xukuntaa buu leeyahay laakiin tog dheer hadii la yimaado reer kale kula dega oo haddeerba kama tirsana oo buu hoodlo iyo dhinacaas iyo degmooyinkeeda ay iyada wixii hoostaga waxa weeye waa SSC khatum sol iska bada war malaha sanaag buuq baa ka jira oo sanaag wuxuu ka bilowdaa boosaaso dusheeda ilaa iyo ceergaabo buu tagaa bimaana waa gobol aad u ballaaran waxa laga bilaabayaa wuxuu ka bilaabanayaa ceelaayo miya ceelaayo ka bilaabanayaa ceelaayo boosa waxay u jirtaa magaalada boosaaso waxay u jirtaa u maleeyaa 18 km uu sanaag ka bilowdaa 18 km boosaaso magaranaysa magaalada qardho dhinacan markii la dhaho wuxuu u jiraa ee meesha la yiraahdo yahay gees oo kale meelahaas inay tahay baa u maleynaya tusaale ahaan iyaduna waa 12 km dhinacan waa dhinacaas intaas sanaag baa xagga xigta dhinacan kale sool markii la yiraahdo garow waxa u jirtaa waxaan u maleynaya waa wax yar iyaduna dhowr 12 km sool baa u jirtaa marka sanaag markii halka ilaa iyo laga bilaabo boosaaso 18 km ilaa iyo ceergaabo reer baa dega hal reer iyo reer la dega marka reer baa u badan intaasi marka ma ictiraafsana go'itaan Soomaaliya xilibaan ku leeyihiin Puntland bay ka mid yihiin haddeer waxay soo wadaan barnaamij la yiraahdo tan maamul la yiraahdo Makhir State ama Makhirland waxa soo dhan marka hal gobol baa degan tahay marka hadii awda la reer degan yihiin laba reer baa degan awdal oo xaggaas u xiga labada reer oo degan reerka lagu xaglinayo ictiraafka maaha tog dheerna waa kan muran baa ka jira soolla iska bada warkiis sanaagna isaguna warkiisa daa waxa soo haray gobolkaas oo hargeysa ah waxaad xukuntaa hal gobol sababta uu u leeyahay waa ka meel fog oo qabiil ku saleysan uu ka dagaalamaya marka waxa soo dhamay sharaf ma halka haday marayso baasho waxay noqonaysaa in la isu soo jawaabo barnaamijkaas heesaha la isugu jawaabo ama cayid leh ama wax leh waxaad moodaa inay ku koobnaayeen awal raabka laakiin hadda baasho waa tagtay haddayba xaasidnimo lagu tilmaamay oo xaasidnimo iyo xiqdi lagu tilmaamay iyo cadow hadii lagu tilmaamay cadow hadii lagu tilmaamay xamar cadow milihin cadow xamar ka daran hadii la yiri iyagiina markaa ma adoo buka oo cuqdad la buka baa soo baaqaya oo beejada amxar baadi doonaya ma garanaysa qarax iyo bam iyo ma garanaysa baylaha doonaya ilaah baa boqoray maxamed baa idu baahata macnaha halkaasay la mareen badda iyo beriga beec looma rabo macdanta iyo biyaha boob looma rabo waddankeena bilan baylah looma rabo cawaaloo babaday calanka iyagoo cawaale wadna caawise cawaaloo babaday ma garanaysaa boor looma rabo beesha caalamkana buuq looma rabo halkaasay mareen laakiin tan Puntland waa ka sii xag jirtaa.
قبل بيت الماميسا قبل باح كنت هيسهاس هيسع عقدد كان بيري يوي لكن في مدى وحكي قفقي بلابي نينك داهل لي هذا نينكاس شخصي قاس نين أبوانه أو كلانه وأركاي وسجنا قرب سيناية دفاعي وسؤال أنت وريه ويدية كقبانية كقبانية لكن تتكوا كجوابين شعبك فكر كما قبان إن يربع قبطه ومامل الدولة السومالي لان آمن سن إيوما قرانيسا وإن يرفر كتر سياسي أنت لكن تتكوا موضى قبان بل سه هيساهني إني فراها كسي بحان وصيبتان وعقدد صيبتاته ومتبمر متبمر قرحه متبمر متبمر هيسه أيضا نغضان با هيسحتها وحا إيمان دونته حلي هيس جعيلة إيضو لقاضي اللي ليه هي ماي لين عكالي أهيد سيدا هذا محمد بيكي محمد خير وشيغي حتى وقولها هيستها سياسة باي أهيد هيس جعيلة لقاضي سياسة باي أهيد مارك إني بهالو إنت إسبدلان سيدا أوكالك كوغرا غنتالادي اني كدعدو كوغرا غرو حمر هرجيس غرو حمر هرجيس غرو حمر هرجيس او اي فنانين توا وين غارتو تاسن كعبس قبا سببته اي كوغاريسانا سي كلام ماها دل مريرو كلا هيس لو ديبي لو ديبي ام مرسل موسى موسى امريكان سكجو اما اسكلاجي امريكان شو قام دل مريرو امريكان بهيس لو ديبي هيس تشعل بيو اكيد لب من عكل لو قدنيا ساسي ساسي ليدهي قلت كجنسي أو كلا شو هو واهر صوت يفتيه ساس بيك هدك هلاي واهر صوت يفتي يرساس كهليا نج بعلى سوق بنيا نج وحين قن سا عند المريرة مرسلوا جوابه مرسل إسكلاج إنه أسي جوابه وهاشو إني سا استدام مرتو شيء كذا سنة إني سوس عطانو ملينا وهاي هاي أنت هاس أيام كسوق بجبيني يا وحين كجت يا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نبدي لي نبدينا ينور كلتين ورسن إياه ورسن